طب ليه الدولة ما بتاخدش حلول جذرية وراديكالية؟ لأن معروف إن هذه الحلول من شأنها أحيانا إنها غير شعبوية وليها ثمن سياسي كبير بيبقى من الصعب على حكومات أن تتحمله، وبالتالي دايما تحسب الحفاظ على استقرار الدولة بيبقى هاجس كبير جدا قدام أي متخذ قرار. لكن على المدى الطويل هذا لا ينتج دولة متقدمة، لأن اللي بيحصل إن إحنا بندخل بسياسة المسكنات وده ما بيحلش الحلول بيجذرها. النتيجة كانت الفترة اللي عانت منها. اتفضل يا فندم. أرجع نرجع بس لل أيوه من فضلكم، ده كان الإصدار الأول في 67، سنة 67. أرجو إن أنتم تتفهموا كلنا كمصريين إن الكلام ده بيتقال سنة 67 قبل الحرب. يعني كانت المسألة كلها من 62 تقريبا ل 67 أزمة اليمن وتدخلنا فيها. أرجو إن أنتم تبصوا على الكلام ده وتقولوا إن الكلام ده إمتى كان بيتقال على دولة سنة 67. اتفضل.